النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. تعادل ريال مدريد أمام فالنسيا أعاد فتح ملف المدرب رافائيل بينيتيز، والجواب هذه الليلة. رئيس النادي فلورنتينو بيريز وعلى غير عادته دعا إلى اجتماع طارئ هذا المساء. صحيفة ماركا الرياضية المقربة من النادي الملكي توقعت رحيل بينيتيز، وجددت الحديث عن تولي الفرنسي زين الدين زيدان المنصب بدلا منه. تزداد حدة الأزمة بين بعض الأندية اللبنانية واتحاد كرة القدم، جديدها مؤتمرات صحفية لناديي العهد والأنصار صب فيها رئيسا ناديين جام غضبهما على اتحاد اللعبة. بالبيانات والمؤتمرات الصحفية افتتحت كرة القدم اللبنانية عامها الجديد، رفع ناديا العهد والأنصار الصوت في مواجهة ما اعتبروه ظلما تحكيميا. وصف الناديان هذه الأخطاء بالممنهجة ضدهما وشاركهما الأمر نادي النبيشيت. يوم المؤتمرات باشره العهد ووجه سهامه اللاذعة إلى اتحاد اللعبة. رئيس نادي العهد تميم سليمان اتهم الاتحاد بحماية بعض البلطجية، وذلك على خلفية أحداث مباراته مع نادي النجمة. والهتافات الشائنة التي يحاول البعض تكريسها أمرا واقعا في تغاضي الاتحاد وعدم قيامه بمسؤولياته في حماية اللعبة من أعمال الغوغاء والبلطجة الممنهجة. النادي الأصفر طالب بعدم تثبيت نتيجة مباراته مع النجمة، ودعا إلى فتح تحقيق موسع في الحالات التحكيمية التي طالت فريقه دون أن يتطرق إلى حالات كان الفريق النبيذي ضحيتها. الإعلان عن تقليص دعم الفريق هو الأبرز لدى رئيس نادي الأنصار، اعتبر أن الاتحاد والحكام ينكلان تحكيميا بناديه، وعرض على الشاشة أخطاء طاولت الأخضر، لكنه تجنب عرض حالات صبت في مصلحة فريقه في مباريات أخرى. هاي الأخطاء التحكيمية منا ما حتصدفة، هيدي أخطاء تحكيمية ممنهجة، وما بقى يخدونا ويجيبونا بكلام مثل ما بيقولوا معسل. اللعبة الشعبية الأولى في لبنان باتت أمام منعطفات خطيرة، فبعد التوجس الأمني والأزمة المادية عادت أزمة الجماهير إلى الواجهة. مناصرو الأندية عامة والنجمة خاصة يعدون فاكهة الملاعب، إلا أن بعض الأفراد المشاغبة تضع الحضور الجماهيري في مهب الريح. في الدوري المغربي أهدر الوداد البيضاوي فرصة استعادة الصدارة وسقط متعادلا للمرة الرابعة على التوالي، وهذه المرة أمام شباب الريف الحسيمي بنتيجة سلبية. أجريت المباراة أمام مدرجات خاوية تنفيذا لعقوبة على حامل اللقب بعد أحداث مباراة الدرب البيضاوي الشهر الماضي. وداد الأمة سجل نتائج متواضعة في الأونة الأخيرة ما أثار أزمة بعد المباراة، إذ انتفض المدرب جون توتشاك بوجه لاعبيه وحملهم مسؤولية تراجع الأداء والعجز عن تحقيق الانتصار، وطالب الويلزي بضم لاعبين جدد لشغل مراكز الوسط والهجوم قبل مرحلة الإياب. خابير هرنانديز خارج دائرة الانتقالات الشتوية عند باير ليفركوزن بحسب رودي فولر. المدير الرياضي للنادي الألماني نفى كل ما تتناقله وسائل الإعلام بشأن بيع المهاجم المكسيكي. لم تنكر الإدارة رغبة فريق أرسنال بالتعاقد مع تشيتشاريتو، لكن الرفض كان الجواب الوحيد. كذلك الحال مع جميع لاعبي الصف الأول. يذكر بأن هرنانديز هو هداف ليفركوزن في البوندسليغا ب11 هدفا. والآن إلى جولة الصحف مع عبير الذوادي. شكرا عبد الرحمن، وأهلا بكم إلى هذه الجولة عبر الصحف العالمية. نبدأها من إسبانيا، حيث وضعت صحيفة الآس علامة استفهام كبيرة حول قراءة رافائيل بينيتيز للمباريات التي يخوضها مع ريال مدريد في الفترة الماضية. وقالت الصحيفة إنه برغم صعوبة المباراة والتعادل الذي استمر حتى الدقيقة 82، لم يفكر المدير الفني للنادي الملكي في إجراء تغييرات في وسط الملعب لإعطاء بعض المرونة والحيويات للفريق. كما أشارت الصحيفة إلى أن الحالة نفسها يكررها المدرب الإسباني في الكثير من المباريات، وخاصة خارج سانتياغو برنابيو. جرتها ماركا عنونت: لقد أرادوا النجاح، فالنسيا يسرق في دقيقة واحدة فوز الريال. بنزيما وبيل بدأ التقدم للريال في مرتين، وفالنسيا أدرك التعادل. الموندو ديبورتيفو سلطت الضوء
على دخول أردا توران وأليكس فيدال في حسابات لويس إنريكي، وخاصة بعد انتهاء العقوبات المفروضة من فيفا. اليومية الكتالونية عنونت: حان وقت الملعب، برشلونة سيسجل 75 لاعبا في مختلف الأعمار، البرسا يريد الانتقام أمام إسبانيول. نبقى مع آخر أخبار عملاق الكرة الإسبانية وأحد أبرز نجومه نيمار دا سيلفا الذي يقع تحت مجهر لويس فانغال. صحيفة سبورت كشفت أن المدير الفني لمانشستر يونايتد فقد عقله خلال الساعات الماضية بطلب من إدارة ناديه أن تدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جناح نادي برشلونة الذي يبلغ 190 مليون يورو. اليومية الكتالونية نشرت أن المدرب الهولندي يفكر فقط في التعاقد مع البرازيلي في الصيف المقبل حتى يدعم خطه الهجومي بنجم من الطراز الأول في عالم كرة القدم. إلى الصحف الإنجليزية، والميرور كتبت على صدر صفحتها: نحن خذلنا الجميع، تيري يعترف بأن الفريق خذل كل متابعيه قبل التعاقد مع جوس هيدينغ، وبعد الفوز ها قد عدنا إلى تشيلسي القديم. هكذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية جولتنا عبر الصحف، والآن عودة وإياكم إلى عبد الرحمن لاستكمال بقية النشرة. شكرا لك يا عبير. موسم الانتقالات الشتوية ليس مخصصا للاعبين فقط مع بداية العام الجديد، إذ تدور في الأفق أسماء لامعة للاستقرار في العاصمة الإنجليزية لندن. قد يكون عام 2016 نقطة تحول في مسيرة المدرب دييغو سيميوني بعد فتح قنوات اتصال مع نادي تشيلسي. لم تكن المكالمة بين المدرب الأرجنتيني ومالك النادي رومان أبراموفيتش بهدف المعايدة بالعام الجديد، بل للحديث عن عهد جديد لتشيلسي مع سيميوني. صحيفة البايس الإسبانية كشفت عن نية مالك النادي اللندني بالتعاقد مع مدرب أتلتيكو مدريد، وجزمت في مقالتها أن سيميوني سيبدأ رحلته في الدوري الإنجليزي ابتداء من الصيف المقبل. الموسم المقبل قد يعيد المواجهة بين ابن 45 عاما مع بيبي جوارديولا، ولكن هذه المرة على الأراضي الإنجليزية وتحديدا في العاصمة لندن. المدرب الكتالوني يظهر اسمه في أفق نادي أرسنال الباحث عن التجديد، سيما أن أرسن فينجر يترأس الجهاز الفني منذ عام 1996. المعلومات الصحفية تشير إلى أن غوارديولا غير متحمس للعمل في مانشستر سيتي، فهو يهدف إلى قيادة ناد يتمتع بتاريخ عريق مثل برشلونة وبايرن ميونخ، لذا يصب اهتمامه على المدفعجية. أكثر من سبب يدفع بيب لتولي مهمة الإشراف على الجانرز ليلعب دور المنقذ ويقوده إلى التتويج بلقب الدوري المحلي بعد غياب دام أكثر من عقد كامل، إضافة إلى طبيعة الحياة في لندن التي تلائمه. في السلة الأمريكية، وقع نيويورك نيكس فوزه 16 هذا الموسم بعدما أسقط على أرضه أتلانتا هوكس. النجم أرون أفالو قاد هجوم نيكس بتسجيله 38 نقطة معتمدا على رمياته البعيدة، فسجل 7 رميات ثلاثية من مجموع 8. زميله روبن لوبيز أسهم في الانتصار أيضا بتحقيقه ثنائية مزدوجة مؤلفة من 16 نقطة و11 متابعة. عامل أساسي حسم اللقاء لأصحاب الأرض وهو الحضور الفاعل تحت السلة، فقد التقط نيويورك 46 متابعة في مقابل 32 لأتلانتا. نبقى مع السلة الأمريكية. أحد مشجعي ليكرز كان الفائز الأكبر في موقعة فريقه لوس أنجلوس وفينيكس سانز. الشاب سحب اسمه عشوائيا لتسديد رمية من منتصف الملعب، نجح في محاولته ليحصد جائزة مالية قدرها 95,000 دولار. لا تحول الإعاقة دون مقاومة الغزيين للتضييق الرياضي الإسرائيلي المتمادي عليهم. في الدورة الأولى لبطولة ريتشل كاري انطلق ماراثون ذوي الإعاقة، وأقيمت مباراة في كرة القدم للصم للتعريف بفئة ذوي الإعاقة وللوقوف على احتياجاتهم. ساعة كاملة اضطر هؤلاء إلى تأخير ماراثون الكراسي المتحركة، أولى فعاليات بطولة ريتش الكوري للأشخاص ذوي الإعاقة التي تسعى إلى التعريف باحتياجاتهم الضرورية. من إحدى المعيقات التي فرض علينا الحصار وهو عدم وجود أدوات رياضية، فبالتالي تم التعويق لدينا في الماراثون، وانتظرنا الرياضيين من الشباب للانتهاء من الماراثون لاستبدال الكراسي المتحركة بكراسي رياضية تليق لهذا الماراثون.
انطلق الشبان، وأما الفتيات والنساء المشاركات هنا للمرة الأولى فقد أصبنا بخيبة أمل، إذ انتظرنا انتهاء سباق الشبان حتى يأخذن دورهن على الكراسي المتحركة غير المتوفرة للجميع. إلي ساعة بستنى في الكراسي، طبيعي جايين لبطولة، بطولة سباق لازم يتوفر إنه كراسي، الصليب الأحمر والكل يعتني فينا، حصار والإغلاق والمعابر مسكرة، فيش عندنا أي احتياجات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. يجب أن ندعمهم معنويا لتحقيق أهدافهم والمشاركة في نشاطات رياضية واجتماعية كهذا الماراثون الذي يعود عليهم بالفائدة النفسية. الماراثون تبعه منافسة حامية بين ثمانية فرق لكرة القدم من فئة الصم، وعلى الرغم من إبداعاتهم يحاصرهم كالعادة واقع لا فرار منه، الإغلاق والتجاهل الرسمي. نحن خطبنا كثيرا وناشدنا الحكومات على تكرارها منذ قدوم السلطة حتى اللحظة لتبني قضية رياضة ذوي الإعاقة، الأشخاص ذوي الإعاقة، وضع موازنات وميزانيات خاصة للرياضة، لكن للأسف الشديد تجاهل تام حتى اللحظة. قلة الكفاءات التدريبية وندرة الشوارع المؤهلة فضلا عن نقص الإمكانات معوقات يحاول هؤلاء تخطيها بأبسط المقومات. وتكشف الصعوبات التي تواجه رياضة ذوي الإعاقة في القطاع حجم المعاناة التي تعصف بالمعوقين في ظل تجاهل الجهات الرسمية التي تعلق أسبابها كالعادة على شماعة الحصار. أحمد غانم، غزة، الميادين. ومع تقرير الزميل أحمد غانم نصل إلى ختام النشرة الرياضية المفصلة قدمناها لكم من الميادين. لمزيد من أخبار الرياضة الميادين دوت نت. إلى اللقاء.